انطلقت الخميس بمركز الاتفاقيات محمد بن حمد منافسة الطبعة 43 للبطولة الإفريقية للجودو والتي تعود إلى الجزائر بعد 22 سنة من الغياب. الطبعة هذه هي بمثابة تظاهرة تجريبية تحسبا لاحتضان وهران الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد أقل من شهر من الآن. ليالي شارع يشارك في هذه الدورة مصارعو 30 دولة إفريقية. Très important ce championnat d'Afrique, cause c'est une préparation aussi pour les Jeux méditerranéens, pour nos athlètes qui nous aident à la compétition, à le lieu de la compétition. إن شاء الله إذا تديونا رم حضرين على سنة هما يحضروا لهذه البطولة الأفريقية اللي هي هامة إن شاء الله تكون أحسن نتيجة في البطولة الأفريقية. الأفريقية ما فيش اللي تقدر تحسب للألعاب الأولمبية ولكن هذه محطة جيدة ومهمة حتى الرياضيين تاعنا يكونوا محضرين أحسن تحضير نفسي خاصة حتى ينطلقوا يتموا النقاط للمتأهلة للألعاب الأولمبية اللي هي الأوبجيكتيف برينسيبال ديال الفيدراسيون سي كاليفي لي زاتليت أو جوز أولمبيك 2024. على كل حال حنايا ماناش تسمى لا كونسونتراسيون سي شوبان دافريك هاد الساعة هادينا مع البطولة الأفريقية ماناش نكونسو على جيم تيرانيا عندنا الثقة تامة في المسؤولين تاعنا على بالنا بلي راهم يجهلوا يديروا في المجهود تاعهم حتى تكون كل المنشآت وكل الرياضيين محضرين في أحسن تحضير. والنتيجة إن شاء الله تشرف الجزائر الفيدرالية هذه اللي رانا فيها وفرت لنا كاع الإمكانيات درنا تربص في تركيا وفي فرنسا دوكا جينا هنايا وسطاش ثاني في وهران إن شاء الله ربي يوفقنا ويكون معنا ونشرف الجزائر إن شاء الله. الأوبجيكتيف تراسي سون ديتري بارمي لو بوديوم أفريكا et au moins la première place, c'est sûr, parce que la Kinder, c'est le Watan. C'est sûr, le Kinder, le Watan, il y a aussi les anciens, aussi les chabas, les techos, les Kinder, le Watan. Et on a un don de l'Ustakbel, le Rahikouzer, le Muntakhab, le Watan, le Jazahiri, le Real. تحضير الكينديرو ديالو كان يقول لو شامبيون دافريك لي جو ميتيرانيا وكاين فرق راح جايه راح تكون ملعب البحر الابيض المتوسط قويه في رياض جيدو وان شاء الله نكونوا رانا كنا بيان بريبار ان شاء الله مورمون فيزيكمون كلش وباقي التوفيق تاعنا ان شاء الله ونفرحوا الشعب الجزائري ان شاء الله بالميدالية الذهبية ان شاء الله. الاوبجيكتيف تاعي دروك ندير نتحصل على الميدالية الذهبية في البطولة الافريقية ان شاء الله. بون بالاحتكار كانت وسطا لي ستاج النيفو تاعنا يطلع ونولي النيفو تاعنا كيما النيفو تاع الاوروبيين ولا تاع الدول اللي متقدمه في رياضة الجيم هي بالاحتكار كانت لي ستاج وصافي فيزيكي غادي يجي عندنا هنا الاحتكار يكون النيفو تاع المستوى النيفو تاع الجيم الجزائري يطلع وان شاء الله يكون بري الالعاب البحر الابيض المتوسط وان شاء الله هذه هي البوابه اللي تفتح لنا الطريق لي جوز اولمبيك ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى من الشعب الجزائري يوقف معنا جميع الرياضات ماشي غير كره القدم مام رياضه المصارعه ومام رياضه الجيلو نشمل الكادي وانا في المنتخب الوطني كادي جينيور غير كملت خلاصت جينيور تاعي عام الاول سينيور خرجت بطل الجزائر سينيور هذا العام في وهران درنا مليح البطوله الافريقيه من عندنا مقبل رمضان وشحال وحنا نحضروا رمضان كاع ما جوزناش في الدار جوزنا كنا 16 سويدانيه بعد من رمضان درنا ستاج في باري ونترينينا في بارينا كما يلزم الحال وهذه اول مشاركه تاعي في بطوله افريقيه اكابر ان شاء الله يكون فيها خير باينه حتكون منافسه باينه بطوله افريقيا ماشي سهله كاين صار الله مراكا تونس ديز افريكا راح تكون منافسه واللي فيها خير ربي يجيبها ورانا كما يقولوا لعيب المسؤوليه ان شاء الله. اللي جو ميتيران يلعب بحر المتوسط راح يكون نيفو عالي بزاف باينه راح يكونوا دول كما فرنسا الطليان الاسبان الترك المصارعين شغل دو خبره ومستوى عالي ما راحش تكون سهله و لي جو ميديتيراني ما فيهاش لي بوان تسمى ما راحش تكون ما فيهاش لي بوان ما تكونش مساعده لكاليفيكاسيون لي جوز اولمبيك باري 2024 راح تكون تورنوا تفد بها ليكسبيريونس تفد فيها لا كونفيونس ثقه في نفسك باينه خاطرش راح يكونوا مصارعين ذو خبره وفيها خير ان شاء الله.